الحالة الصحية تمشي صح، المخدر يمشي صح، العائلة تمشي، الدلل. المريض يمشي، الدلل. احنا طالعين ضد الفساد، ما طالعين ضد اخواننا. هذا التوجيه والنقاط الرئيسة التي اتفق عليه المعتصمون خلال قطعهم لمداخل ومخارج ديوانية، وهذه المركبات المتوقفة بأعدادها المتزايدة تؤكد خطوة التصعيد التي بدأت بالتزامن مع انتهاء كما اسمها بمهلة الوطن والتي انطلقت من الناصرية. احنا جايين هنا تصعيد سلمي وتضامنا مع بقية المحافظات الوسط والجنوب وتلبية لمحافظة الناصرية بمهلة وطن، واحنا جايين هنا تصعيد سلمي وقطع الطريق السريع. معتصمون تحدثوا على أن تصعيدهم يخلو من أي تأثير على الحركة التجارية أو الاعتيادية للمواطنين في داخل المدينة في الوقت الحالي، وفي حال بقيت الحكومة في سعيها المتباطئ والغير جدي لإنهاء الأزمة فأن الساعات المقبلة ستحمل تطورات أخرى قد يصعب التكهن بها. تصعيد سلمي في كافة محافظة الديوانية، مداخل الديوانية ومخارج الديوانية وطريق السريع الرابط ما بين المحافظات الجنوبية ومحافظة بغداد والمحافظات الشمالية. نحن خرجنا اليوم بطريقة سلمية نعبر عن رأينا. هذا التصعيد جاء من مهلة الناصرية، احنا لبينا النداء الى مهلة الناصرية ولبينا النداء وخرجنا المطالبة بحقوقنا الشرعية فقط. المراهنة على الوقت باتت لا تجدي نفعا بحسب معتصمي الديوانية، حيث أكدوا استمرارهم في أي خطوة التصعيد تجعل من الحكومة ترضخ لإرادة الشعب. يعني الحكومة إلى متى تبقى تماطل؟ تماطل في هاي المطالب اللي هي أبسط إنسان بالشارع السيلة يقول لك اليوم هاي الحكومة حكومة أحزاب فاسدة ما تمثلني. إلى متى يعني احنا عندنا خطوات تصعيدية؟ طبعا هذا شيء مو بس اليوم أنه راح نقطع الشارع. اكو بعد قلنا لهم احنا خطوات تصعيديه اذا ما استجابوا للمطالب، هم موجودين وان شاء الله المتظاهرين وهاي الابطال موجودين مستمرين، هم راهنوا على الوقت وفشلوا بقضيه الوقت. المعتصمون الذين تولوا مهمه قطع الطرق توزعوا بشكل فرق وتقاسموا المسؤوليه على طرق وجسور المحافظه المهمه. تصعيد بدأ منذ ليلة أمس بقطع أهم الطرق الرئيسة في مداخل ومخارج المحافظة، ويؤكد القائمون عليه بأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم. من أحد أماكن السريع الرابط بين محافظات الجنوب وبغداد في الديوانية، محمد حسن، قناة التغيير.